إخوتي وأخواتي، هذا الموضوع موضوع النور، موضوع الظلمة، مثل ما ذكرت هو من بداية الأيام، من اللحظة الأولى، أول جملة، يعني طبعا الله ناطق، بس أول جملة نطق فيها يعني من بعد خلق السماوات والأرض، بقول الكتاب في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وروح الرب يرف على وجه المياه. وبكمل بقول في آية 3 وقال الله ليكن نور فكان نور. هذا النور طبعا نور الخليقة، يعني وفصل الله بين النور والظلمة وفصل بين مياه ومياه أيضا. في العهد الجديد شو بقول الكتاب؟ الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. بنور الخلاص شو بقول؟ لأن الله الذي قال أن يشرق، مثل ما أشرق في نور الخليقة هو نور الخلاص، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. لما بتنظر لوجه يسوع المسيح بالإيمان وما فعل يسوع المسيح لابد أن تحصل على الخلاص. وهذا الشيء المذهل، أنه كم كلف هذا الخلاص، كلف دم المسيح. ومع كل هذا فالكتاب يدعونا أن نأخذ هذا الخلاص ببساطة.